بهالعالم المليان أحلام وطموحات كان في بنت صغيرة اسمها أليس. من أول ما وعيت على هالدنيا بذكر إنه كنت عم جرب أرسم طريق حياتي، بس ولا مرة حسيت إني حأوصل لكون من أشهر المؤثرات بالعالم العربي. بيقولوا أهلي لما كنت أسألهم عن طفولتي إني كنت حشورة كتير وبحب اكتشف العالم اللي حوالي. أكيد أنا ما بذكر هالشي، بس بذكر قدي كانت طفلة سعيدة بوقتها. لما بلشت أكبر حبي للموضة والجمال بلش يوضح، بس ما كنت عارفة حيكون له تأثير على مستقبلي بهالشكل. بذكر كتير منيح الطلعات والنزلات اللي مرقت فيها، بس بتذكر أكتر الإرادة والتصميم اللي كان عندي إياه لحقيق أحلامي. أنا بنجيلة، يعني بنت مواقع التواصل الاجتماعي، بس ما كنت عارفة إنه من أول بوست حنزله الناس حتشوف فيي شي وتتابعني وأوصل لعدد كبير من الناس من حول العالم، وهيدا اللي خلاني حقق أهداف كتيرة. بس ولا شي من اللي عملته بيتقارن مع اللي حيصير هلأ بحياتي. كتير كبير جواتي انه معقول كون حامل، وفكرت انه اذا طلعت حامل خليني اصور هيدا اللحظة لتضلها ذكرى لبعدين، وفي حال ما طلعت حامل رح امحي الفيديو. كتير خايفة، يعني خايفة لانه ما بدي يصير معي مثل ما صار هديك السنة. هديك السنة كان عندي نفس الشعور، عملت التست وطلعت نيجاتيف، انفقست كتير، اتضايقت كتير، وبتتضايق وقتها بتكونوا عن جد عبالكم تحبلوا، خاصة لما العالم وكل حدا حواليكم من الناس القراب ومن الناس اللي بتابعوني على السوشيال ميديا دايما بيسألوني انه ما بتفكروا تجيبوا ولد. بلا، منفكر نجيب ولد، بس اوقات انه ما بتزبط، وفكر انه الله حيبعت لي ولد بالوقت المناسب، وقتها بحس انه وقتها بيعرف انه انا صرت ردي انه اتحمل هذه المسؤوليه وصير ام. So guys، ما اطلعت على النتيجه بعد، ما بخبركم، قلبي عم بدق، ف ان شاء الله بتصدقوا قدي في ايموشنز هلأ، حاسة بكل ايموشن بهاللحظة. ماني مصدقة انه بعد 5 سنين I'm pregnant، وماني مصدقة انه عم بقولها I'm pregnant. I feel كتير مبسوطة، كتير مبسوطة اني I'm pregnant، كتير محمسة. ما بتصدقوا قدي محمسة خبر علي، واللي هيك عطيني هيدا الإكسايتمنت انه عرفت اني I'm pregnant بعيد زواجنا. بعرف انه هلأ رح تتغير حياتنا بشكل كتير كبير، في مسؤولية، في تعب، في كتير قصص حتتغير بحياتنا، بس اكيد يعني ما في احلى من الامومة، ما في احلى من انه كوبل بيحبوا بعض يتزوجوا ويجيبوا ولد. يعني بتصور انه هيدا احلى شيء بالحياة. So guys، رح تقلها لماما ورح فجأة. اوكي تاتي. هاي مام، كيفك؟ جود جود. شو عم تعملي؟ What you doing؟ عم
كاندي كراش. اوكي كاندي كراش. اوكي مام جس وات اي وانا تيل يو سمثينج. ما وليني جبتي انا دوغ. نو مامي سمثينج ايلس. اوكي جس وات اي كان جس تيل مي. طب كلوز يور ايز. Okay, at three to one, you open them, okay? Yalla. Okay, when I tell you three to one, yalla. Don't open, yalla. Wait. Yalla. Okay. Three, two, one. Clueless, you are pregnant. I'm pregnant. Yeah, today, mommy. Thank you. Ali doesn't know, by the way. فرح كنا بالجيم فسابت ماما دقت لنا وكنا موجودين مع بعض وقالت لنا انه أليس از بريجننت. هلا بالاول ما صدقنا لانه ماما قالها بالعاده كثير بتمزح معنا. اول شيء عملناه دقينا لأليس قالت لي قلت لها مزبوط انت حبلي؟ قالت لي يس ايم بريجننت. ما صدقنا لانه كمان أليس هي وماما على طول بتسالوا علينا و بركبوا مقلبنا. نهارتها عن جد ما خطر عبالنا ولا 1%. كنا بالجيم وهيك suddenly بيجينا فون كول من ماما انه أليس is pregnant. So أليس دقت لنا قالت لنا انه نجي لعندها على البيت كمان بدها تعمل له سيربريز لعلي و to surprise him انه she's pregnant. صراحة this is the best surprise on the best day. سبحان الله وقت بكون في شيء مكتوب لشخص قد ما واحد يحاول مستحيل يقدر يغيره. بعد 5 سنين وبعد محاولات كتيرة الله بعث لنا أحلى هدية ممكن 2 مزوجين يطلبوها وهو بيبي. والله يتمم لنا على خير. و I'm still extremely shocked صراحة لأنه أليس عملت pregnancy test قبل هالمرة و it was negative. فقلت لها انه let's keep it till September. It's the beginning of the summer وبدنا ننبسط و I didn't want her to get disappointed. تعرفوا الانسان وقتها بيكون بده شيء كتير وما بيزبط اول مرة وتاني مرة وتالت مرة بيصير في kind of disappointment واكيد بيأثر على الشخص وعلى الكابل اتنيناتهم. هلا الحمد لله نحن ولا مرة تركنا هذا الموضوع يأثر علينا لانه منحب بعض ومنعرف انه الله حيرزقنا وحيكون عنا احلى اولاد. بس وقتها قالت لي انه منا حبلة قلت لها let's keep it till September, let's enjoy our summer. بس you know there's a saying بيقول you make plans and God laughs and this is what happened. قد ما يكون الواحد مخطط وقد ما يكون الواحد بده شيء بس الله بده يعطيه للإنسان هو اللي بيقرر. ف I'm thankful, I'm happy, I'm excited. بعتقد قد ماني محمس ما حضر انظر 9 شهور يعني عبالي هلأ الولد شيله و can't wait. So guys, نحن هلا على الطريق طالعين على طرابلس لنخبر عائلة علي إنه we're having a baby. Oh my god, بعدني مش مصدقة إنه I'm pregnant. بحس رح يتفاجئوا وقت يعرفوا. ما هيك؟ أكيد حنصدمه. ماما حتكيف أكيد.
حيتأثروا كتير. I'm so happy, كتير محمس أنه نخبرون, ويلا رح صور الرياكشن تبعيتون و see you. سو نحن هلأ وصلنا على طرابلس, أمه لعلي عم بتجهز الطاولة, حنتغدى وبعدين رح نفاجئون, رح فرجيكم الكيك اللي جبناه. Oh my god it's so cute, مكتوب عليه baby loading. خليني أصوره مزبوط guys. شوفوا الكيك شو موضوع, it's so cute. So سنيك بيك, الكل قاعد على الطاولة. Oh my god كثير محمسة, كثير محمسة. أنا جعت صراحة, أنا كمان جعت بس محمسة. شوف الرياكشن تبعيتهم. شوية كرامبس بس I think because في stretching جوا عم بصير. في دقات قلب؟ كيف يعني ما في دقات قلب؟ كيف يعني ما عم تسمعون؟ لا أنا أشطت, قلبي وقف بهالتكة بهالثانية, كل شي وقف بوجهي. الله لا يجربها بحدا, يعني شعور ما في أبشع منه. تتخيلوا انه تروحوا مبسوطين عند الدكتور, بدكم تسمعوا دقات قلب البيبي لاول مره, وفجاه بقلكن الدكتور بس ما عم بسمع دقات القلب.